شهاب، كيف ترى منتخبنا الوطني وفترة التحضيرات الأولى اللي عملها مباراة تنزانيا إن شاء الله يومين ويبدأ تبدأ المنافسات؟ والله كابتن انا شايف ان الجيل ده يستحق ان هو يقدر يحقق بطولة افريقيا، خصوصا ان انت عندك كواليتي لعيبه كويس جدا ومحققين نجاحات خارجيه بشكل كبير مع اللعيبه هنا اللي موجوده طبعا، سواء في النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه اللي موجوده. فبتمنى، انا واحد من الناس بتمنى ان الجيل ده يقدر ياخد البطوله السنه دي، وانا متفائل يعني بصراحه انا متفائل. حتى في كام لعيب قريبين مني جدا هم رايحين، لا عايزين البطوله يعني. انا في لعيب قريب مني جدا انا بسلم عليه قبل ما يسافر بيومين، كنت معاه مين انت مكسوف يعني تقول لا مش مكسوف يعني، تريزيجيه مثلا. تريزيجيه تريزيجيه ده يعني جميل، اخويا ومن الناس شخصية اللي من أفضل الشخصيات تريزيجيه اللي لعبت معايا الكورة اللي اتعامل معاها في حياتك. من هو صغير معانا في الناشئين، بس هو كان أصغر مني، كمل وطلع معانا طبعا. بسلم عليه قبل ما يسافر بقول له ان شاء الله اشوفك على خير ومش عارف، فقال لي ان شاء الله هرجع بالبطوله كده بالظبط. والله والله كده بالظبط. فبتمنى له وبتمنى لكل اللعيبه، لانها اللعيبه دي تستحق، وبتمنى ان الجمهور يساندهم